الناس كيعيدوا داكشي، حنا كنعيدوا بالروز والحليب عباد الله بحال ما عرفت شنو. اقسم بالله دوك التقاليد، امي مسكينه كانت بحال مريضه اللي مربياني الوساخ هادي الدنيا. اش نقول لك اختي، براكه واحد الحاله كنت كنشوف الناس كيطيبوها الغداء هادي كاسكروط، يعني داكشي مع الشوته كبرت انايا حتى مع وليداتي. علاش انا ما كنبغيش نحرم وليداتي؟ لانني انا عشت واحد الطفوله صعيبه وبزاف بزاف، اكثر ما تتصور اختي سميره، اكثر ما تتصور اي واحد يقول لك انا عشت مع والدي حقه وعشنا الفقر وعشنا. انا عشت طفوله بائسه، منها العصا، منها كل شيء، منها بحق الله العظيم عشت واحد الطفوله خايبه، وكل شيء هادشي بسبب الام ديالي اللي ولداتني، وفي التالي ما كتبغينيش. الام ديالي راه عايشه في اسبانيا اختي سميره، ام ديالي سباليونيه، ما خصها حتى خير، عندها سبا، عندها ريستورو بار، ما باغاش تعرف بيا نهائيا. غزلان كتنقزي ليا بزاف المراحل والناس ما غاديش تفهم شنو القصه. شي حوايج اللي كت ركزي معايا وخليك غدا معايا. اختي باش نجاوب. انا مخلياك تتعاودي، مخلياك تفتحي قلبك. انا تنعاود. غير خليني معاك، حنا بقينا في المرحله ديال الطفوله. انك منين رفضتي؟ صافي تبليت بالعربيه. شحال كان في عمرك فاش تبليتي؟ تبليت عندي تقريبا 11 سنه. 11 سنه تبليتي؟ تبليت 11 سنه. وليت تنكمل كارو والحشيش. بعدا تبليت اول حاجه بالمعجون والكارو. شكون اللي عطاك الكارو والمعجون وانت عندك 11 عام؟ حنا كليكه البنات كنا كنكميو، بنات صغار وكل وحده عندها ظروف. حنا كنا بزاف ديال البنات كنمشيو هذيك البلاصه عندنا في حي السلام، كانت فيها المعجون، كنا كنشريو. هذيك البدايه البليه هو داك المعجون، يعني الحاسيب لا رقيب. انا اصلا ما كان عندي لا حاسيب لا رقيب. باي راجل كبير، امي مرا كبيره، صافي نمشي في واخا هاد العائله اللي رباتك كان عندك الخوت؟ ما عنديش، عندي اختي هادي اللي جاتني اصلا. صافي عندي لا خوت لا حتى شي حاجه، عندي الله سبحانه. قلتي لا حاسب لا رقيب، يعني ما كاين لا حاسب. شكون اللي يحضيك؟ ما كاين اللي غيحضيك، امي وبا ناس كبار. فهمتي؟ ما كاينش كندخل وقت ما بغيت، نخرج وقت ما بغيت، فين ما مشيت ما كاينش لا يسول عليك اصلا. كنت كنمشي مع البنات عندهم كاع التليفون كيسولوا عليهم والديهم، انا ما كنلقى لا يسول عليا، ما كاينش اللي كيسول عليا، يعني فين ما مشيت ما كاينش مشكل. هادشي تنقول لك اختي سميره في الطفوله ديالي، يعني الطفوله بائسه معنى الكلمه، دوزتها بائسه بمعنى الكلمه. ما كنلبس بحال الناس، ما حتى شي حاجه، ما كناكل بحال الناس، ما والو. عايشه عارفه جارحه بهذا المعنى، عارفه راسي مربيه، عارفه طلعت من صغري، عارفه راسي شنو واقع ليا، عارفه كلشي. وعندي فوبيا من البشر من صغري، ما عرفتش علاش لحد الان بقى ما لقيتش لها تفسير. فوبيا من البشر، تخيلي فوبيا، ما نقدرش، ما نبغيش حتى شي حد يتوشيني والله العظيم اختي سميره. يعني واحد راه داكشي اللي دوزتو انا في صغري راه ما يدوزو حتى شي حد والله، ما يقبلو حتى شي حد، وما ماشي ما غيقبلوش، حيت تحتم عليك الظروف غتقبلي اي حاجه. يعني راه عشتي ديك الساعه كان تيبان ليا كلشي مزيان، كلشي عادي والله، كلشي كيبان مزيان، كلشي عادي، كلشي. لحدي انا دابا راه تولدت ياك، ولدي طالع في ما عندي الله سبحانه وتعالى، لما عندي عائلتي، عندي والو. الام كتسولش فيك اللي والدك عايشه حياتها، مجرد دابا ما منقش لك باش ما نقش لك. برافو. انا ما علقتش، خليتك انت بوحدك. ما نقش لك، انا نعاود نخليه من بعد. تبليتي البليه ديالك بدات بالكارو والكارو. من بعد وليت الحشيش، ولات قرقوبي، ولات 11 عام. 11 عام 12 عام انا غدا وكنطلع النيفو، فهمتي؟ يعني غدا وكنكبر، غدا وكنطلع النيفو، غدا وكنطلع النيفو، حتى جربت كاع البليات حتى، فهمتي؟ ولكن حاجه وحده اختي سميره اللي ما كانتش فيا، كنت قلت لك عندي فوبيا من بنادم، والله العظيم عندي فوبيا من البشر. تنحضر المهم، وكنت باسله قد ما انانيه وساذجه وظريفه وكل شيء، باسله
ما كنسمعش. شنو النوع ديال اللبسه اللي كنتي قبيحه؟ قبيحه ما نسمعش حقي، نموت ولا نعيش اختي سميره باش ما عطا سيدي ربي. كذب عليك، كنخاف من الله اللي خلقني لحد الان. بقى طبيعتي هي طبيعتي، ما كانت عداش ما معدياش، ولكن اللي تعدى عليا راه واخا نكون ما عرفت شنو غيوقع لي ندوز عليه 100 عام ما عنديش الاشكال. صافي كتعمى لي الضبابه بينات عيني والله. ولكن دابا لا، دابا عندك وليدات. ولو عندي الوليدات اختي وليش ربي كيجيني والله. سمحي لي سمحي لي، هذه فكره غلط. ولو عندي الوليدات، ملي كنولدوا الاولاد كنوليو نقدموا تنازلات، كنوليو نضحيو، كنوليو نتنازلوا على ود الوليدات. الا كنت قبيحه اليوم الى البارح كنت قبيحه، اليوم انا عندي وليد وراه عندي وليد، عندي بنيته، خصني نحيد القباحه، خصني ما نبقاش ندير بزاف د الحوايج حفاظا على نفسي. لانك قد ما غتحافظي على نفسك فغادي تقدري تعطي لدوك الوليدات كل ما هو. بارك سميره واحد الحاجه، انا راه من الاول زاد عندي الوليد ريان اللي عنده 16 عام. تبدلت كليا، تبدلت، وليت كنخاف، وليت خوافه. انا واخا كنقول لك هكاك انا طلع لي الدم يعني. لا 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 لا، شوفي الخوف وقعت لي شي حاجه. راه قال لك اللي خاف نجا. انا بيتوتيا كنجلس مع وليداتي، ما كنخرج من حتى شي حاجه، ما كنبغي لا مشاكل لا والو، غير انا نيرفوز قاعد بلا ما قلت انا يعني. كنت تعمى الا جبدني شي حد ولا شي حاجه. انا باقا طبيعي، هو طبيعي من هذه الناحيه. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لك. انا واحد فينا ما كيجبدوش شي حضره نورمال، ما كيبغيش غير انا قصدي ان الانسان يتفادى يدير مشاكل او يطيح في مشاكل. لا لا لا، ما عنديش مع داك الشيء اختي سميره، بالعكس. حيت كاينين وليدات، هذوك الوليدات ما عندهم حتى شي دم. شوفي رب تربيت مع عند ربي الحمد لله، مربيه ما كان ادي حد، ما كان دي ديال حد. وليداتي منقياهم، وليداتي تربيه صالحه والله العظيم. ماشي كنشكر لك حتى جوج ولادي، لو كنت تشوفي ولدي الكبير راه ما يهش فيك هكا تبقى حاني راسه. ولكن دابا تقولي انا عكس ولادي، بحال هادوك ماشي ولادي. راكي شفتي دابا البنيته كيفاش بحال هادوك ماشي ولادي، بحال يعني لا في هضرتهم لا في كل شيء. واش فهمتي؟ يعني انا مثلا تربيت زنقاويه كما كنقولوا، وليداتي تربوا رقيقين، تربوا دويرتهم قايمه معاهم بالواجب. علاش قلتي على راسك تربيت زنقاويه؟ وربما واخا انا ماشي هكاك وماشي ديالي، ما عمر ديك الزنقة كانت ديالي، وما عمر البليه كانت ديالي. دابا 24 عام وانا يفاد 24 انت باقا عام وانت باقا مبليه اختي، واخا ولدتي الوليدات اختي سميره. ما كرهتش الدواء وما كرهتش بزاف، كان الغالب الله. ما كرهتيش الدواء؟ درت اختي محاولات، مشيت للمصحه ما كيعطيوني اختي الدواء ديال. شنو نوع الادمان اللي باقا دابا اختي؟ غير الحشيش. نكتب عليك كتستهلكي الحشيش؟ الحشيش صافي كنستهلكو بزاف. مدمنة حشيش انت راسك؟ مدمنة حشيش، مخدرات واخا. شحال كتكونسومي في النهار ديال الحشيشة غزلان؟ تقريبا طرف وباكية. شحال طالع عليك؟ شحال مقيوم عليك؟ 100 درهم. 100 درهم في النهار؟ اه. كتقاتلي في ديك 100 درهم؟ طالع